أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا لم يسقط حد السارق بعدما يصل السارق إلى القاضي، مع أن الذي سرق منه سرق منه عفا ويسقط الحد فيه؟ إيش؟ يقول: لماذا لا يسقط حد السارق؟ يا أخي، الحدود إذا بلغت السلطان فإنها لا تسقط. تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجب. فإذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع، ما يجوز هذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.